نظم فريق الدعم النفسي في اللجنة الإشرافية لإغاثة النازحين المعرض الأول للنازحين في مدرسة البتول بصنعاء تحت شعار النزوح قصة نجاح وصمود. وتضمن المعرض عددا من إنتاجات النازحين من مشغولات يدوية وحرفية وخياطة. وأوضحت مدير الدعم النفسي في اللجنة الإشرافية لإغاثة النازحين أم علي الجلال أن المعرض يهدف إلى بناء قدرات النازحين والاعتماد على الذات، مشيرة إلى أن الفريق عمل من خلال الخيمة التي أقامتها مؤسسة العلم والعمل على تنفيذ برامج تعليمية للأطفال في المراحل الأولى، وكذا في محو الأمية وتدريب عدد من النازحات على الخياطة. عندنا خيمة العلم والعمل بحيث ان احنا علمنا النازحات الخياطة والتضريس. خيمة العلم والعمل نقلت النازحات نقلة نوعية من التحطيم النفسي الذي عاشوه، سواء تهدمت بيوتهم او انحرقت مزارعهم، انتقلت نقلة نوعية الى دعم نفسي وصمود باذن الله.